اولا الدارجه كنهضر بالدارجه شويه تقدر ما يفهموهاش المصريين. على الاقل فريق الزمالكي فاز اخر مره ب 2002، حنا عمرنا ما فزنا، عمرنا ما وصلنا النهائي. اذا الله سبحانه وتعالى يكون معنا باش حنا نكون ندخلوا للتاريخ، لان فريق الزمالك اصلا عنده في الخزينه ديالو عنده كؤوس. بالنسبه لي انا حقيقه الزمالك معروف بالجمهور ديالو الكبير اللي هو الفريق الاهلي، ولكن كما قلت لك انا بالنسبه لي حضور جماهيري يكون حافز ايجابي بالنسبه لنا حنايا، لان هذه كره القدم لازم تقدر تتغلب على الضغط ديال الجمهور، والجمهور فهو جمهور حضاري، جمهور تفهم كره القدم، جمهور غيكون خارج الميدان لان المباراه تلعب في البيريمتر في ليكطاغ، تلعب في ارضيه الملعب، ما يكونش معنا ما يكونش داخل الجمهور. اذا فاحنا الجمهور كنحترموه، بالعكس حنا بغينا يكون حضور جماهير كبير. وبالنسبه لي انا المباراه الذهاب كما قلت لك حقيقه فزنا فيها، وكانت رغم اننا ضيعنا فرص كثيره اللي كان هذا نفس الشكل. بالنسبه لفريق الزمالك حتى هو جاو فرص، كانت المباراه بامكان تخرج بالتعادل، نقدر نهزمو نقدر ننتصرو. الله سبحانه وتعالى وفقنا في الدقه الاخيره وسجلنا هدف ديال الانتصار. اذا فانا بالنسبه لي بالمناسبه نتمنى ان شاء الله، نتمنى في المستقبل هاد النهايات يتبقاو يتلعبوا في مباراه واحده، لا بالنسبه للاتحاد الافريقي ولا لعصبه الابطال، لان دائما تكون باش خصم واحد يعرف الحاله ديالنا حنا كمدربين ولا كلاعبين، باش تلعب نهايتين راه بحال غتلعب نهايتين في اسبوع واحد، راه الضغوطات اللي عنينا والستريس اللي كاين راه ماشي سهل. نتمنى هذا، ولكن كما قلت في الاول اللقب والفائز بالعكس غيكون غدا ان شاء الله هنا في برج العرب. اذا حنا بالنسبه لنا مباراه للنسيان، حقيقه عندنا هدف ديال التقدم، ولكن فاش في الوقت اللي غيصفر حكم انطلاقه المباراه راه حنا الفائزين بالكاس. اذا عندنا هذاك سوا ادفانتاج بالنسبه لنا حنايا. اذا فالمباراه ما نقدرش نقول لك صعيب، لا غيقول لك شي مدرب راه غنلعب دفاع ولا غنلعب هجوم ولا غنلعب وسط، لا هذا راه صعيب، راه ما تيقول لك شي حاجه خيال. راه ارضيه الملعب اللي كتحكم عليك كيفاش، حقيقه تلعب مباراه عاديه افيك سيكوريتي نورمالمون، و مره اخرى غنرجع دائما للفريق اللي غيكون مستعد ذهنيا اكثر واكثر هو اللي غيكون محطوط في هذه المباراه هذه. الفريق ديال نهضه البركان كما قلت دخل التاريخ، وما علينا ان شاء الله غير نزيدو ناكدوا هذا الدخول ديالنا، ونزيدو ناكدوا الحضور ديالنا في هاد الكومبيتيسيون افريكان. وكما قلت الضغط يكون اكثر على الفريق ديال الزمالك، حيت لعب في الميدان ديالو امام جمهور كبير ديالو. احنا معنا الا كنا مركزين ثلاث المباريات كما في مباراه الذهاب حتى الدقائق الاخيره عاد ماركينا، يعني هذا الشيء اللي علينا الا نبقاو مركزين، وان شاء الله ان شاء الله هذه فرصه باش نكتبوا السميه ديال فريق نهضه البركان في هذا الكومبيتيسيون ان شاء الله، وتحقيق هذا اللقب ان شاء الله.